السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. واش راكم شويه رجعنا في لي كومونتير كاش ما راكم لاباس؟ الحمد لله ان شاء الله على كل حال. نرحبوا اول حاجه بلي زابوني جدد الكل، ان شاء الله تستفادوا من لاشين. جماعه اللي تبع فيا اللي تتعلم ولا حاجه، صلي على محمد صحه والحاجه صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا مشكله في الصايل، هذه هي صايل ليميلونس لام بوين دو، عندنا مشكله فيها. المشكل اللي فيها واش هو؟ انها تمشي نورمال، تتزرج الكالاكسي تاع تسمع حاجه في لابوار طومبري تروح تسكت، والدوزيام يكراكي. دوك نحاول نهزها بالكريك، لكن دارتها درك دارتها لما دارتهاش، دوك نشوفوا كيف نعتو لكم بابري. انا هزيتها حط الدوزيام، سمعتوا درك بعد اوعد حتى دي فيتاس ما تحسمش نورمال. مرشا غير ما حبيتش تعدي، هاي عدات تاد الدير بو جربوها ديريكت. هاي ديزير نكسليريو شوية، هاو طلع بير مينيت. كي نهز رجل الاكسيراتور اسمعوا مليح، هاي تعملها خفيفة. تعود بالبوي تروح تعمل اكثر. دوك نحلوها ان شاء الله ونقول لكم واش لقينا. لازم تهبط لابواط وتتحل ان شاء الله، باه يبان المشكل واش هو ان شاء الله. كي جيت نفيدونجها اخاوتي تشوفوا واش لقيت البولون تاع الفيدونج، هاي حاجه لاصقه فيه باسكو يجي فيه ليمون، هاي كاينه حاجه تكسرت لداخل ما نعرفش واش طاح. ام بي هاي، هاي ام بي طاحت، خليونا منو بو. كي زيد حليت شوف الداخل هنا لي كراك تاع الحديد، هاك وحتى سيليكتر بوكو دو كران تاع الحديد. دروك نحلو تور دو بواط ان شاء الله نطلعو لا كلاش ونشوفو واش يولي تكسر الداخل. مام ريحة الحريق فيها، وشوفو واحد دايب من هنا تاع البلاستيك هذاك تاع سانكرو لي يحكم ام بي لا بي تاعو بالك، و هذا الروسول تاعها ها هو وين طايح. تكسر كلا شوف الدنيا كيف كلات بعضها لهنا، سينكرو بزد. حتى بلاستيك بالكراكة هذوك اللي يحكمو السينكرو تاع سينكيام بالادير مع سينكرو تا سانكيام ما كانش. رولمون اللي يجي لهنا ما يجي عندها واحدة تاع بلاستيك مقسومة هذيك على زوز رولمون، شغل لا قالي هذه شوفوا كيفاه قافلينها، هي باسكو ديجا محلولة لا بواط هذيا، اللي يقفلها ما يعرفش. على ديك الدنيا كلات بعضها لهنا شوفوا كيفاه بزد السانكيام. ليكرو تاع هدايا بالسيف حليته شوفوا كيف فازت، دخلوها شوفال بالسيف لنحيته. الجوانسبي شوفوا كيف من هنا كيف داخل ومن هنا كيف خارج. والجوانسبي قلت لكم جامي يجي بالسيليكون، اللي يركب الجوانسبي بالسيليكون راهو عرفوه اللي بلي ما يعرفش يا خاوتي. شوفوا لي دروك نهز لي قالي هذو كل هادي خدموها ديجا، واحد ما يعرفش ها واش دار كارتا خلاها كوم مولاها ما يمشيش بها بزاف.
نهار اللي مشات شويه بالعقيله تاكل بعضها بالعقيله حتى النهار اللي طاجقت خلاص. اليوم طاجقت له خلاص فضت. درك نكملوا نحلوا ونشوف في الغندله كيفاه كانت بعضها هنا هاي تحت الواحد. درك نكملوا نحلوها ان شاء الله وتشوفوا. شوفوا كي جبت لي بينيون واش كاين هنا. الرمو هذه ما نعرف راحت ولا ما راحتش. فهمتش واش حاجه مكسره. دوزيام دي شوز الرمو هذه اي وين جي نورمالمون تخش من بريسيا خرجت وحدها تلعب عندها الجو هنا هذيك لي بينيون يكراكي الدوزيام وكلش ساعة يكراكي ساعة لا. دوك نحيو نشوفو الساتيليت من تحت واش كاين والدنيا هاي طرحات لهنا مع الساتيليت. دوك كي نهز الساتيليت تشوفوها ان شاء الله. البينيون هذا خاطي ها هو تكسر وفاز السنة فاز السنين تاعو. هذا راح يتبدل باسكو حتى لهنا ما يحكمش فيه الرولمون وحتى لهنا ليكرو ما يحكمش يخش فاز لي كرو فيه. دونك هذا لازم واحد هذا هي ديجا سانكيام شوفها مليح لازمنا سانكرو اون بليس البينيون تاعو والله ما فهمناش درك شوفها مليح باسكو كي تشوفوا فيها في يسلك ولا ما يسلكش هذا ما نظنش لكن يسلك يا حيدر الحس. بون هذا ما شي لي كاين قلنا الوحده تاع تاكيمتر فزدت وهذه باتت نحا. دونك هذا البينيون راح يروح معاه الرولمون هذا باسكو يتبدل راح يتنحى يتبدل هذا دونك يتبدل حتى الوحده الرولمون. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا تاع سانكيام السنين تاعو فزدو خلاص حفرو. درك نشوفو واش نديرو له واش قال الاخر واش ننجحو واش كاين واش ما كانش. هذا هو حيت الرولمون من لاكلوش شوفو هنا كيفاه تلعب. نورمالمون يخش من بريسيا هنا تلعب خلاص سيبها تخش هذه فيها الجو. الربر قاعد يدور وحده في وسطها مش يدور يدور فيها هي يدور. صوتي صايل وجدت لها دوزانه كل سينكرو تاع الدوزيام لي كراكي بيه بالبلادير تاعو سينكرو تاع السانكيام ترى واحد او تاع السانكيام تاع حفاظ باسكو او تاع تكرو السنين تاعو. رولمو قالي تاع السانكيام هذا خدمت له الفيلتاج تاعو. درك بقالي غير راح نمونطيها برك نرجعو لي بينيون كيما كانوا ركبوا لي بينيون قالي هذوما اللي رولمو قال لي مش بينيون رولمو قال لي في با خاوتي ني توينا لا بواط. درك راح نركب عندي لا فرشات هذه شوفوا كيف عوجه لهنا. هذا دوك نهبط شويه في الحي تاعها هذه تفرسات بها عوجت ولا ما نقول لكمش بالك كي حلوها خطر الاولى ما يعرفوش عوجها. دوك نعدلها شويه باه ما يبقاش الجو في السيليكتور وفي الفيتاس يعود مقرط باسكو كي سكتها الطوموبيل فيها شويه جو. بطفاسون دوك راح نركبها ليترا ان في زوزه هما واجدين نهز نحط بركه نعدل هذا تاع لافورشيت ونقفلها ان شاء الله. مره اخرى السلام عليكم خوتي كملناها صايل دوك نوطها خرجها نجربها ان شاء الله من الكراج. شوفوا لي فيتاس كلهم يعديوا نورمال
دوزيام طروازيام كاتريام كل واحد في بلاصتو رجلي تاعها باسكو الوحيد تاع لا فورشات مرشا ديار ديروا بها دوره نشوفوها واش دير ان شاء الله. اسكت حسن ولا ما تحسنش دوزيام هاو عدى مكركة ما حتى شيء هاو نهز رجلي ما تعملش تك 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 هذيك هاي ما تدير حتى شيء هاي دوزيام رجل حط روزيام هاي نفسه خلاص حط برميان سنة عدد وطانا بركة برميار هاك بوزيام هاي ما تكركي ما حتى شيء كروزيام هاك كركي ما وال هاي كاتريام زيد رجلي هاي ديزيام رجعتها وما كركتش سي بون وحتى كي نهز رجلي ما تعمل حتى شيء وقتش هذيك تك 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 نحات ايبا نقول لكم بارك الله فيكم مشكورين رحمة على الوالدين والسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين ومعلومات اخرى ان شاء الله هذا ما تنسوناش بدعواتكم ورحمة على الوالدين والسلام عليكم.